خلينا نرجع نكمل الجزء التاني من محاضرتنا. هل انتم سامعيني كده؟ يا دكتور سامعين حضرتك. طيب، هل كان عندكم سؤال في الجزء اللي فات؟ طيب، احنا على عموم الجزء اللي فات عشان تبقوا عارفين برضو من جزئية التراي اكسيال، هنيجي تاني في التوتوريالز نشرحها لكم تاني، نحللكم عليها مسائل بالتفصيل في ظروف يمكن الأجازة الأسبوع القادم ومن بعدها يبقى عندكم الميد تيرم. أنا بالنسبة لجزئية الشير مش عايزكم تقلقوا خالص من الميد تيرم، أنا قلت لكم يمكن في بداية المحاضرة الأولى البلان هتبقى عاملة إزاي، وبالتالي أنا مسائل هقف دايركت شير ونيجي عليه مسألة عليه، ولكن أنا أديلكم أفكار مسائل في الجزء الأولاني من المحاضرة يا ريت تراعوها. خلونا نبدأ بقى في الجزء التاني من المحاضرة، هو جزء دمه خفيف شوية لأن هو بنتكلم عن اختبارات، أيوة اختبارات في الفيلد، وإحنا عايزين بس نعرف إيه الفيلد تيست اللي ممكن أحسب بيها الشير سترينث والكوريليشنز. يعني ايه كوريليشنز؟ مجموعة معادلات كده بتتعمل ما بين نتائج الفيلد والشير بارامترز نقدر نحسب منها الشير بارامترز. طب ايه السيجنيفيكانس بتاع المحاضرة دي؟ ان احنا ازاي نحسب الشير سترينث بيست على فيلد ريزلتس. حضراتكم هنتكلم في اربع اختبارات، الفين شير تيست او الفي اس تي، البوكت بنترومتر، ستاندرد بنتريشن تيست اس بي تي، كوم بنتريشن تيست سي بي تي. هنبدأ نتكلم الأول عن الفين شير تيست، و الفين شير تيست زي ما انتم شايفين كده في اليمين ادي الجهاز بتاع الفين شير، وبنقدر نحسب بيه الاندرين شير سترينث ل very soft medium cohesive soil، يعني ال C under end تكون أصغر من 50 kPa. يعني هذا الاختبار حدود تطبيقه هو very soft medium stiff cohesive soil، يعني ال C under end أصغر من 50 kPa. وادي الجهاز زي ما انتم شايفين، هنشوفه بالتفصيل. هو ال vane shear apparatus عبارة عن أربعة welded، أربعة بليتس كده ويلدد متعامدين على بعض. لو جيت بصيت عليهم في البلان زي ما أنا راسم معاكم هنا، هتلاقي إن هو على شكل كروس كده أو بلس، أبعاده طوله دي، والبليتس دي أبعادها كلها متساوية وملحومة ببعضها. البليد ده في الاخر هتلاقي ان هو واصل لفوق بالستيل تورك رود، يعني عبارة عن رود كده من الستيل هو اللي بنقدر نعمل بيه تورك. هتقول لي تورك ايه؟ تعال نشوف خطوات الاختبار. اول حاجة انا رسم لكم هنا على اليمين خطوات الاختبار خطوة بخطوة. اول خطوة هو ان احنا بنزق الفين في يعني عند في البوتوم بتاع البور هول او الجثه. يعني ايه جثه؟ جثه هي حفره بننزل نعملها في الارض عشان نستكشف منها التربه زي ما تعرفوا في التشابتر الجاي. بنزقها لحد العمق المطلوب. فادي عندنا مثلا اهو الفينشير، ادي البعد او الطول بتاع البليت اهو كده 65 مللي، والاتش او ارتفاع او البليد هايت 130 مللي، سمك البليت 2 مللي، وبنقوم زقينه في نهاية الحفرة. بعد كده بعد ما بنزقه في نهاية البور هول بنقوم حاطين تورك، بنعمل تورك يعني كأننا بنلفه بالشكل ده جوه التربة. الريت بتاع التورك ده 6 ديجري في الدقيقة، والتورك هيد ديفايس دي بتبقى فوق التربه من فوق، وبنوصلها بالشير فين رود.
بيحصل ان بيبقى عندنا سويل بلوك ارتفاعها اتش اللي هو قد ارتفاع الرد، وقطرها دي هي اللي بتقاوم التورك لحد ما التربه تنهار. يبقى انت نزلت بليت جوه التربه، قمت لفيته، فتربه ابعادها هي نفس ابعاد البليت دي بتقاومك لحد ما تنهار عند تورك معين. بعد ما بتوصل اقصى تورك، ايه الماكسيموم تورك ده يا دكتور؟ ده اللي بيحصل عنده فيلير للتربه، بتقوم لافف، القوم لافف التورك من 8 ل 10 مرات تمام عشان تقيس الريزيدوال تورك. يبقى انت قست حاجه اسمها الماكسيموم تورك، انت فضلت تلف بست درجات في الدقيقه لحد حصل انهيار للتربه، وهنا بتقيس الريزيدوال تورك 8 ل 10 لفات كمان. الحسابات بقى، انت بكل بساطه التورك عند الفيلير هو مجموع ثلاث حاجات، ام اس، وهو الام اس ده هو الريزيستنج مومنت بتاعت الشير فورس على الاسطح الجانبيه للبليت، الاسطح الجانبيه للتورك، وام اس دي بتساوي السيرفس اريا في دي في اتش، دي اللي هو عمق البليت، اسف قطر البليت انا اسف، واتش هو عمقه، ومضروب في سي اندرينت في دي على الاثنين اللي هو نص عرض البليت اللي هو المومنت ار. زائد ام اي، وام اي هي ريزيستنج مومنت بتاعت الشير فورس عند كل نهايه من نهايات البليت، وام اي بتساوي باي في بيتا في سي اندرينت في دي كيوب على الاربعه. وبيتا ده معامل بيعتمد على الشير ستريس موبيليزيشن ديستريبيوشن في نهايه السويل سلندر. مش هدخلكم في الموضوع ده قوي، احنا في شغلنا هنا دايما هنعتبر ان فاكتور بيتا ده ب 0.67 ده لليونيفورم شير سترينث موبيليزيشن على الايدجز بتاعه السلندر. بكل بساطه سيبك بقى من كل اللي قلته لكم ده، هسهل عليكم الموضوع خالص. لو انت من الفينش دي اللي هو انا شفنا الفينشير بليت كان العرض ده دي في الاتش على 2 زائد دي كيوب على 6. طب والماكسيم تورك ده بيساوي ايه؟ بيساوي كي سبرينج كونستنت بتاع التورك متر او جهاز في دلتا، دلتا هي اخر قرايه للتورك متر ناقص اول قرايه على 180 بس كده. زي ما قلت لكم ممكن بعد ما بنوصل للماكسيمم تورك كنا بنلف الفينشير 8 ل 10 لفات كمان عشان نقيس حاجه اسمها ريزيدوال تورك. اهو الماكسيمم تورك على ريزيدوال تورك بيسب نحسب ماسمتي الاخر يعني ايه بتشيل سترينز. انت لو بتدق خازوق في التربه، الخازوق ده عباره عن حاجه شبه العمود، اساسات عميقه بتوصل الحمل لتربه عميق. ده بنقدر نحسب بيه الريدكشن في شيل سترينز نتيجه السويل ديستربنس، يعني السنسيتيفيتي هي قياس للانخفاض في الشير ستريس بتاع التربه نتيجه الديستربنس بتاع السويل. ديستربنس بقى نتيجه انت نفذت فيها حاجه، اتعرضت لاي نوع من انواع الديستربنس. ايفنت شير تيست ريزلتس دايما بتبقى اعلى من الاندريند تراي اكسيال والانكونفايند كومبريشن تيست ريزلتس. ولما البلاست زي ما احنا شايفين في الرسمه كده، لما البلاستيستي بتاعت السويل بتزيد بنحصل من الايفنت شير تيست على اندرين شير سترينس اعلى بكتير، وده غالبا هيبقى انصيف في تصميم الاساسات. وبالتالي بيبقى عندنا معامل تصحيح لما البلاستيسيتي بتاعت السويل بتزيد. فمعامل التصحيح ده كان اقترحه بيرم سنه 74 وقال ان السي اندريند اللي نستخدمها في التصميم بتساوي لامدا السي اندريند اللي طالعه من الفين شير تيست، واللامدا دي ب 1.7 ناقص 0.54 لوج بلاستيستي
index. طيب عايزين ناخد شوية نوتس كده على الفينشير تيست. الفينشير تيست الاندرينشير تيست بنحسبها بيه هي فانكشن في الانجولر روتيشن ريت بتاع الفين. يعني انت الفين ده بتيجي في التربة بتحط الجهاز ده بتقوم لف وجوه التربة، والتربة بلوك بنفس ارتفاع وعرض الفين ده اللي هو الاربعة بيس المشروعين في بعض هو اللي بيقاوم الحركة. فلو انت لفيت بمعدل سريع قوي يطلع لك سي اندر اند عالي. وفي نقطة مهمة ان لما بتيجي تحط الفين في التربة ده بيسبب ديستربنس للسويل ستراكشر حوالين الفين، فده ممكن احيانا يسبب شوية انخفاض في الشير ستريس حوالين الفين، وطبعا الانخفاض ده بيحصل له ريجيننج مع التايم. المهم اللي تعرفوه ان الفين شير تيست ده كويك تيست، اختبار سريع، وبالتالي الشير ستريس اللي بنجيبها فيه بتبقى في الاندريند انكونسوليديتد كونديشن، يعني دي توتال شير بارامتر مش افكتيف شير بارامتر. طبعا الفين شير تيست سهل وسريع ان احنا نعمله، مش غالي، وزي ما قلت لكم ان الفين لما بيتحط في التربه بيعمل ريمولدنج في حوالين الفين. مهم جدا تعرف ان الثيكنس بتاع البليد اللي هو امين البليد ده، يا دكتور مش قلت لكم عندنا اربعه بليدز كده ملحومين في بعض، هو ده البليد ماشي. كل ما كان البليد سمكه اعلى كل ما عمل ريمولدنج اعلى، وكل ما اداني اندرينش سترينس اقل. وبالتالي في شرط دايما ان البليد السمك بتاعه ما يزيدش عن 5% من قطر البليد، حوالي 2 مللي. الاختبار ده تحت اي ظرف من الظروف ما ينفعش لا في ستيف كلي ولا في جرانيولار سول، هي سوفت فيري سوفت سوفت ميديوم ستيف كلي. مثال عشان تبقوا فاهمين الدنيا، انا هنا بقول لك احسب لي الاندرينشير سترينث اللي صممه استخدمه في تصميم اساسات، مع العلم ان اقصى تورك في الاختبار كانت 12 نيوتن متر، يبقى ده كانت التي ب 12 نيوتن متر ادي التي، والفيل دايمتر دي 38 ملي. الارتفاع بتاع الفين 76 ملي، والبلاستيك ليميت بتاع السويل 12%. وقلت لكم ان نتائج الليكويد ليميت تيست كانت كالاتي. بكل بساطه انا هنا عشان احسب بعوض في القانون كان بيبقى فانكشن في التي دي، كنت اقدر احسب منه السي اندرين، القانون اللي احنا كنا لسه شايفينه من شويه. انا مدي لك التي ب 12 ومش هتقدر تحسب السي اندرين. بعدين انا مدي لك ايه، لو تفتكروا القانون ده بنقول ان سي اندرين ديزاين لامدا في سي اندرين فينشير، واللامدا 1.7 ناقص 0.54 لوج بلاستيستي اندكس. فانت عشان تحسب اللامدا لازم تبقى عندك بلاستيستي اندكس. فانا مدي لك البلاستيك ليميت، نحسبها ليكويد ليميت، تطرحهم من بعض تجيب بلاستيستي اندكس، تجيب لامدا، تضرب في سي اندرين، تجيب سي اندرين ديزاين. ده كان الفينشير تيست. تاني اختبار بتعمل بسرعه جدا وما بياخدش اكتر من ثانيتين في المعمل او في الموقع، اللي هو البوكت بنترومتر. والبوك جدا زي ما انتم شايفين بحجم كف الايد، عباره عن تحت رود معدن كده على سبرينج او سوسته، واحنا بنحط البنترومتر ده عمودي على عينه التربه وبعدين بنقوم زقينه فيها، ونقدر نحسب الانكونفاين كومبريسيف ستريس عن طريق النتائج بتاعه كاليبريتد سبرينج. يعني السبرينج ده يبقى هو قرايته كاليبريتد مع الاندرينش ستريس، فلما نزقه في التربه نقدر نحسب الشير ستريس، وده نقدر نستخدمه في حساب الانكونفاين كومبريسيف ستريس بتاع الكويسيف سويلز اونلي. خدوا بالكم اختبارات كتير زي الفينشير والبوكت بنترومتر بتلاقيني بيقول كويسيف سويل كويسيف سويل، اصل هو الرمل ما فيهوش مشكله، روح اعمل كونسوليديتد دريند للرمل في التراي اكسل، روح اعمل كونسوليديتد دريند للرمل في الدايركت شير، الاختبار هيقعد يوم، مشكلتك دايما بتبقى في الطين، هو اللي بياخد وقت في الاختبار. تالت اختبار هنتكلم عنه هو الاس بي تي او الستاندرد بنتريشن تيست، واللي منكم هينزل تدريب يمكن او نزل في حاجه فيها سويل هيبقى يسمع عن هذا الاختبار. اختبار بسيط جدا،
زي ما انتم شايفين في اليمين كده، هو بيبقى وبيبقى عليها وزن من فوق، ويشد البقرة دي، الحمل ينزل على الرود المعدن جوه التربة، فالرود المعدن ده يخترق التربة مسافة معينة، وبنشوف محتاجين كام بقى عشان نخترق مسافة معينة. أكيد لو التربة أقوى هحتاج أدق كتير على الرود ده عشان أخترقها، لو التربة ضعيفة هخترقها بأقل عدد من الدقات. دي فكرة الاختبار. عندك تربة قوية، تخيل كده عندك تربة إيه، حاجة كده زي أقول لك إيه، تخيل أنت عندك كوباية، الكوباية دي فيها آيس كريم سايح، وبتحاول تحط فيه مثلا أو ميلك شيك سايح، ميلك شيك في حالته الطبيعية يعني مش سايح، وبتحاول تحط فيه مثلا شاليمو، فأنت لما تيجي تحط شاليمو ده في الميلك شيك في حالته العادية هينزل، حطه جمده في الفريزر وطلعه، هتقعد تخبط على الشاليمو عشان يخترق الميلك شيك، عشان بقى هو في حالة صلبة هيبقى ليه مقاومة أعلى للاختراق. نفس الفكرة، أنت عندك معدن، رود معدن، تحطه جوه التربة، كل ما خبطت معناه ان التربه مقاومتها اعلى. فاحنا بنحط عندنا ستاندرد سبليت سبون. هو ليه اسمه ستاندرد بنتريشن تيست؟ عشان بنستخدم فيه ستاندرد سبليت سبون، بنحطها في الجراوند، بندق عليها من دروب هامر، وزنه 63.5 كيلو، بيطلع 760 مللي، وينزل يخبط على وش الرود ده، وبنحسب عدد الدقات ان المطلوبه عشان نزق السامبلر ده 6 بوصة جوه التربة. هو 6 بوصة بالظبط عشان ده رقم محدد، لأن هو في تحت في أسفل الجسم، وبنشوف برضو عدد الدقات المطلوب عشان نزق السامبلر 12 بوصة زيادة أو 30 سنتي زيادة جوه الجسم. إن هو اسمه ستاندرد بنتيشن نمبر، والان ده بنقسمه لثلاث ارقام، ان واحد هو عدد الدقات اللازمه عشان نزق السقف خلال 15 سنتي في النهايه، ودي بنسميهم السيتنج، وبعدين تو هو عدد الدقات اللازمه عشان نزق الرود في ال 15 سنتي التانيين، وبعد كده ام 3 على الدقات اللازمه عشان ندق الرد في ال 15 سنتي الاسفل، وفي الاخر ان او ستاندرد بنتريشن نمبر هو ان 2 زائد ان 3. ملخص الاختبار دي، ادي الجثه بتاعتك محفوره ففيها حته مفتوحه، بتقوم منزل فيها الرد ده، بعدين الراجل اللي واقف ده بيقوم ساحب الوزن ده اللي هو 63.5 كيلو، يرفع ويسيب ينزل تاني من عمق 30 بوصه اللي هو حوالي 76 سنتي ويخبط، بيشوف عدد. طب مسافة الاختبار كلها قد ايه؟ 45 سنتي. ال 45 سنتي دول متقسمين ثلاثة، أول 15 سنتي بتشوف عدد الدقات اللازمة لاختراقهم بنسميهم ان واحد، وبعدين تشوف عدد الدقات اللازمة لاختراق تاني 15 سنتي ان اتنين، عدد الدقات اللازمة لاختراق تلات 15 سنتي ان تلاتة، نتجاهل ان واحد اللي هم بتوع السيتنج عشان تبقى التربة ديستربد نتيجة حفر الجثة، ويبقى ان هي ان اتنين زائد ان تلاتة. الكلام اللي هقوله لكم ده دلوقتي يعني لمعلوماتكم العامة، مش هسألكم فيه، ان احنا بنحسب ان الان بتبقى طالعة من الفيلد دي ما بتبقاش دقيقة قوي، وان احنا بنصححها بنحسب حاجة اسمها ان 60، وان 60 ده بتساوي correction factor سي ار اس بي اي في الان، والسي ار اس بي اي ده سي ار في سي اس في سي بي في سي اي، سي ار ده معامل تصحيح بياخد في اعتباره طول الرد اللي بيساهم في الاختبار، سي اس ده بياخد في اعتباره شكل السامبلر او شكل الرود نفسه، سي بي ده معامل تصحيح بياخد في اعتباره قطر الجثه، وسي اي ده حاجه اسمه لو 60% رود انرجي كوركشن. وطبعا بناخد في اعتبارنا كمان معامل تصحيح للميه الجوفيه. اللي يهمني انتوا تفهموا من هنا ان الان عدد الدقات لو من 0 ل 4 تبقى ان 60 اللي هي كوركتد من 0 ل 3، بنقول ان الرمل ده فيري لوز، لو طلعت نتائج الان كده بنقول عليه فيري لوز، فاكرين ريلاتيف دنسيتي بتاع الترم الاول، وبنقول ان الجامه بتاعته من 11 ل 13 كيلو متر على المتر كيوب، وبنقول ان ريلاتيف دنسيتي من 0 ل 20%، تبقى الفاي داش بتاعته من 26 ل 28. لو الرمل ده مثلا
ان طلع ان كوركتد ان 60 تبقى من 9 ل 25 وتبقى الجاما بتاعته من 17 ل 19 والريلاتيف دنسيتي من 40 ل 70 والفاي من 35 ل 40. طبعا بصوا تم فاي يعني دايما ما تزودهاش عن 40 واخرك خدها 40 في الشغل ما تبقاش مغامر قوي. وهي دي الفكره يبقى الاس بي تي القراب بتاعته دي تقدر تعرف منها الجاما بتاعت التربه ككوريليشنز تقدر تعرف منها الريلاتيف دنس تعرف منها الفاي. عرفتوا ايه بقى علاقته بالشير سترينث؟ طب ما تيجي ناخد شويه نوتس على التست ده. الاس بي تي ما بيديش نتائج ريلايبل للسيلت ولا للكورس جرافل ولا للبولدر ولا الميكس سويلز اللي فيها كوبلز وبولدرز كلاي وسيلت. امال هو حلو لمين يا دكتور؟ هذا الاختبار كويس جدا في الرمل. هذا الاختبار كويس جدا في الرمل وده مش شيء هين لان احنا بنقدر نحكم منه على الفاي بتاعه الرمل احيان كتيره بدل ما نعمل الدايركت شير والدراي اكسيال تيست. اخر اختبار حابب اكلمكم فيه هو السي بي تي او الكون بنتريشن تيست. والكون بنتريشن تيست بنعمل الاختبار بحاجه اسمها البنترومتر. والبنترومتر ده زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي على اليمين فوق هون بيس اريا بتاعته 10 سنتيمتر سكوير والانجل بتاعته 60 درجة. الكون والسليف بنحطهم جوه التربة بريت 2 سنتيمتر في الثانية. و بنقيس القوة اللازمة اللي احنا ندق بيها او نزق بيها الكون والسليف ده جوه التورب. الفورس اللي بنقيس بيها الكون تيب ريزيستنس او نهاية الكون، والكون ده بيبقى داخل جوه التربة فبيحصل احتكاك على الاجناب وبيحصل مقاومة عند نهايته، دي بنسميها الكون تيب او الاند ريزيستنس. والسليف فريكشن او الاحتكاك زي ادي الرسمه خليني اكبرها لكم. ده الكون، ده شكل الاختبار عباره عن كون بنزقه جوه التربه فبنحسب مقاومه الارتكاز عند نهايته وهو بيزق التربه، واكيد برضه هو داخل جوه التربه بيحصل احتكاك على الاجناب فبيبقى فيه سليف فريكشن برضه بنقيسه. في نوع تاني من السي بي تي اسمه السي بي تي يو، ده كون بنترومتر في بورس اليمنتس تقدر تقيس البور ووتر بريشر اثناء الاختبار، ده مهم جدا. الكون بنتريشن تيست النتائج بتاعته بتبقى يعني هي متوسط القرايات في مسافة قطر الكون فوق ومسجله بالشكل ويشن على اجنابه طول ما انت في التربه. ولو عندك اي طبقات رفيعه في التربه قطرها اقل او عمقها اقل من 5 مرات قطر السي بي تي هو مش هيجيبها. السي بي تي كاختبار هو اختبار سريع اخطاء اقل مقارنه بالاس بي تي. هو ما ينفعش يستخدم في الدنس كورس جرين سويل زي كورس جرافل وبولدرز، ما ينفعش يستخدم في التربه اللي فيها او هارد كلي او قطع كبيره من السيلت. ممكن يبوظ لو تعرض لمواد حاده. الرينت تحسب من التيست ده هي عباره عن كيو سي ناقص سيجما زد على ان كي. كيو سي هي الكونتب ريزيستنس اللي بتبقى متقاسه في الاختبار، سيجما زد هو التوتال اوفر بيردن ستريس عند المنسوب اللي انت قايس عنده الكون ريزيستنس، ان كي هو كون فاكتور بيعتمد على الجيومتري ومعدل الاختراق، ان كي بتساوي 19 ناقص بلاستيستي اندكس ناقص 10 على 5
في حاله البوستيستي اندكس اكبر من 10. الكومبنتريشن تيست برضو ممكن نحسب منه لو عندي قيمه الكيو سي اقدر احسب البيك انترنال فليكشن انجل بتاعه التربه تبقى 35 زائد 11.5 لوج الكيو سي على 30 سيجما داش زد نوت. و ابليكابل بس لما يكون الفاي اكبر من 25 واصغر من 50. 50 ده سيبوكم من الرقم ده كلها المعادله بتقول كده، لكن دايما عمليا شغالين على 40. في الاخر اللي احنا اتعلمناه من هذا المحاضره ان احنا عندنا في اختبارات في الفيلد نقدر نعملها، نقدر نحسب بيها بصوره مباشره او غير مباشره شير سترينث، وان احنا نقدر نستخدم الكورليشنز اللي تتناسب مع الموقع والتست اللي بيتناسب مع الموقع. ده كده كان الشابتر بتاع الشير سترينث. لو حد دلوقتي عنده سؤال يبدا يسال، في اي حد عنده سؤال يا ريت يسال. السلام عليكم. رافع ايده اسال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامة على حضرتك. الله يسلمك. هو يعني لو استفسار اكتر بخصوص الميد ترم، هل كده خلاص اكيد امتحان ام سي كيو؟ ولو كده يعني هيبقى ايه نظامه بالظبط؟ لا احنا ما قلناش ان الامتحان ام سي كيو خالص. احنا بالنسبه لجزئيه الشير هيبقى اسئله، شويه اسئله نظري من الكلام اللي انتوا اخدتوه في المحاضره، ومساله بسيطه جدا بقدر اللي انتوا خدتوه في المساء في السكشنز وبقدر الوقت اللي اتيح ليكم في يعني قبل الميد ترم، لان احنا مخلصين المحاضره النهارده والميد ترم كمان 10 ايام صح؟ لكن لا الميد ترم يوم 10 يوم 10 صح؟ الصغير وانت تختار يوم 5 تمام عارف. فهو مش ام سي كيو. لا انا ما اعرفش الجزء الاولاني، انا بتكلم على الجزء الخاص بي. طيب تمام. طب بالنسبه لمحاضره النهارده هي داخله النظري فقط مش داخل مسائل عليها؟ طيب التجارب لا. والحاجات بتاعت النهارده برضو متضمنه في الامتحان؟ نظري داخل ولكن المسائل مش داخله، والنظري هيبقى دايما اللود اكتر على المرتين الثلاثه اللي فاتوا المرتين اللي فاتوا، والمره دي هيبقى اللود اقل شويه، ولكن نظري داخل لكن المسائل مش داخل. ولكن انا برضو راعوا في مسائل خدتوها انتوا في الاساينمنت صح كده، ومسائل عندكم خدتوها في التوتوريال. فيما يختص بالاساينمنت انتوا اتشرح لكم في التوتوريال او في السكشن لحد الدايركت شير مظبوط، ده اللي انت مطالب بيه. وانا اديت لكم افكار في الجزء الاول من المحاضره، ركزوا فيها كده وفكروا ازاي لو انا جات لي مساله بالشكل ده احلها. تمام شكرا جزيلا يا دكتور. العفو. في اي اسئله تاني؟ طيب لو مفيش اي اسئله تاني انا محاضرة زي ما على طول بعملها هرفعها على ال LMS، و اتمنى لكم بقى التوفيق ان شاء الله. يبقى عندكم بعد الميد ترم عندكم جزء عن السايت انفستيجيشن، جزء يبقى لطيف وسهل يعني وجميل انترستنج، وبعدين جزء مهم جدا جدا عن اللاترال ايرث بريشر، يمكن لا يكون اهميه يعني او مهم جدا، ولازم قبل ما تكونوا داخلين وبرضه تبقوا مذاكرين الشير سترينث كويس. طالما ما فيش اي حد عنده سؤال هقول لكم يعني هبدا هسيبكم عند هذه الخطوه، والسلام عليكم.